بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم لهذا اليوم الأستاذ الدكتور عقل يوسف مقابلة، أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون وعميد الكلية سابقا. سنتحدث اليوم عن موضوع هام يهم كل من يشتغل في القانون، سواء كان القضاء أو المحامين أو أساتذة القانون أو طلبة الدراسات العليا. هذا الموضوع يحمل عنوانا هو الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني، وهو يتألف تقريبا من 200 صفحة من الحجم الكبير. هذا الكتاب قامت به مجموعة من المؤسسات كوزارة العمل ومديرية الأمن العام والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ووزارة التنمية الاجتماعية وبعض الخبراء المتخصصون في علم الجريمة. وقد احتوى الكتاب على العديد من الموضوعات لا يتسع المجال لذكرها، ولكن أنا ركزت على مجموعة من الأهداف، منها التعرف على واقع الجريمة في المجتمع الأردني، الوقوف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع البعض نحو الإجرام، التعرف على أسباب العود الجرمي، والحد من أعداد المجرمين في مراكز الإصلاح. أما النتائج التي وصلت إليها الدراسة فيمكن تلخيصها بما يلي: توقع ارتفاع عدد الجرائم وخاصة جرائم التزوير والجرائم الإلكترونية، توقع ارتفاع عدد الجرائم المضبوطة، بلغت نسبة مرتكبي الجرائم 80.5% من الذكور و 6.9% من الإناث، بلغت نسبة المدانين 52.6% من المتهمين. هذه الأسباب أو هذه النتائج تؤدي أو تدفع بنا نحو تضافر كافة المؤسسات الرسمية والشعبية، بدءا من الأسرة والمدرسة والجامعة والنادي والمسجد والكنيسة، إلى بذل الجهود اللازمة للحد من الجريمة. وشكراً.